لعبت وتلعب دولة الكويت دورا أساسيا في دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثات الأمم المتحدة العاملة فيها في حل ومساندة القضايا الإنسانية حول العالم. هذا ما أكدته نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، التي ذكرت أن التقارير الرسمية للمفوضية تسجل لاجئا واحدا كل ثانيتين، ليصل العدد إلى 44 ألف لاجئ في اليوم. في السنوات الستة الأخيرة الكويت قدمت تقريبا 425 مليون دولار أمريكي، والقسم الأكبر منها ذهب حوالي 4 ملايين للاستجابة للوضع في سوريا. وهذه الاستجابة لا تزال نقطة مهمة جدا وحرجة، وهي أحد الأسباب الكبيرة للنزوح في العالم وليس فقط في المنطقة. وفي حين فاقت أعداد اللاجئين السوريين حول العالم 11 مليون نازح، تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة أنها تحتاج أمام هذه الأرقام إلى حشد المزيد من الدعم للاجئي سوريا واليمن والروهينجا بما يقارب 8 بليون دولار في قضايا تتعلق بالطبابة والتعليم والبنية التحتية. المتطلبات والحاجات كبيرة جدا. لوكالة اللاجئين لوحدها موازنتنا تقريبا حوالي 8.6 مليار دولار. أنا في الكويت بالواضح لعدد من التشاورات اليوم، وهذا في هذا المساء إلى بنغلاديش وهو بلد آخر. عبرت الكويت اهتماما خاصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الإنسانية لحوالي 900 ألف من اللاجئين في جنوب شرق بنغلاديش والذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وأيضا فيما يتعلق في دعم لبعض البنى التحتية على المدى الأطول. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتطلع حاضرا ومستقبلا إلى تنفيذ عدة مشاريع إنسانية خيرية لدعم اللاجئين، وهي مستمرة في تعاونها مع الجهات الكويتية الحكومية والخاصة لتحقيق ذلك. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.